أجمل ناس في الدنيا وأجمل عيلة. بعتذر كده تأخرنا يعني حوالي ربع ساعة، بس نحاول إن إحنا نعوضها في اللايف. الموضوع بتاع النهاردة مقدمة سريعة كده عنه، يعني أكتر من حد سألني على الفيسبوك في الفترة الأخيرة، معجبة بحد، مخطوبة لحد، ولكن بحس إن أنا مدلوقة، عايزة أعرفه إن أنا يعني متقبلة، عاجبني، عايز الفت انتباهه، بس خايفه ان هو يقول عليا ده سهله، ده جريئه، ده بجحه، واخاف انا كأنثى بقى على كرامتي، واخاف على شكلي. وحسيت وانا بتكلم معاهم كده، ببعت لهم على الخاص ان اللي انا عايز اقوله مش واصل لهم بالشكل اللي انا عايز اوصله. برحب بكل الناس اللي انضمت وكل الناس اللي دعت اصدقائها، ودي حاجه جميله قوي. يعني احنا قلنا كل ما يكون في ناس، بالذات على الانستجرام اكتر، كل ما نكتر حلقات اللايف بيبقى شيء مشجع. فانا يعني هنستنى كده كام ثانيه على ما نبدا ان احنا نتجمع، احنا حوالي 20 دلوقتي، ونبدا ندخل في موضوع الحلقه اللي اعتقد مهم جدا جدا. ليه؟ لان في ناس مرتبطه، وحتى اللي هي مخطوبة جديد عايزة تفهم، لأن مرحلة الخطوبة مش ضمان قوي. مرحلة الخطوبة ما ممكن يبعد عني، إزاي بقى أنا كمان في مرحلة الخطوبة أخليه يقول أنا اخترت صح، أخليه يتعلق بيا لدرجة مهما حصل يا دي يا بلاش. هو كده، هو ده بقى اللي احنا عايزين نوصل له. وطمنوني كده على الصوت في البداية. أول حاجة، وهعتذر بقى على اللي هيجي متأخر، هنبدأ لأن داخلين على دقيقة، ما ينفعش نطول أكتر من كده. ادينا لمحة عن الموضوع. أي رجل في الدنيا، صعيدي، شرقي، غربي، أوروبي، كبير، صغير، دكتور، عامل، غفير، وزير، يعشق الأنثى المهتمة بنفسها. يبقى دي أول حاجة بقى. أنا دلوقتي في شخص زميلي في العمل، قريبي، زميلي في الدراسة، جاري، بس انا عايز انا كأنثى ليا حق ان انا احب اعجبت بالرجل ده او بالشاب ده، عايز ان انا الفت انتباهه. طب اعمل ايه؟ ما هو مش هينفع ان انا اروح اقول له انا بحبك، ولا والنبي تعالى نرتبط. انا كأنثى هتبقى صعبة الرجل يقول، انما الأنثى لا. يبقى الاهتمام بالنفس، بالشكل، بالريحة، بالستايل، الأنثى اللي هي واخدة بالها من نفسها، دي أول حاجة. وفي حاجات أقوى بقى بعد كده، احنا ماشيين بالترتيب. هتاخد العين، احنا دلوقتي بقى في مرحلة العين اهو. أنثى شيك، لما أقرب منها كده وأقف أتكلم معاها أحس إن أنا شامم ريحة كويسة كده، دي البداية بقى، بداية الغيث زي ما احنا بنقول. العين شافت حاجة جميلة، العين شافت حاجة مميزة. طيب أعمل تقيلة؟ يعني هو زميلي مثلا وبيتكلم وعاجبني، ولا أبقى خفيفة، ولا مثلا على سبيل المثال إيه التصرف الصح؟ يعني إيه اللي أنا أعمله؟ طيب تكلمي عادي، يبقى لا تغلقي الأبواب. أصل في بعض البنات، ما هو أنا لو جيت أتكلم معاه واتكلمت هيقول ده متعودة، وده مش عارف، ده سهلة. يبقى تاني نقطة عندنا، لا تغلقي الأبواب. يعني ما يجيش يتكلم معاك وتيجي سايباه وماشية، أو تأثري في الكلام أو النظام ده. لا، يا صباح الخير، صباح النور، أخبارك إيه، أخبارك إيه، مفيش مشكلة. لازم يكون ما تحسسهوش إن أنت بتتقلي من كلامه، إن أنت كأنثى هو دمه تقيل على قلبك. هو ما طيب، ما هو برضو الكلام لمجرد ان هو يقول لي صباح الخير صباح النور، دي مش هتبقى برضو مريحاني، ومش هتبقى علامة جاذبة لي. طيب الخطوة التالتة بقى، ودي سلاح فتاك تمتلك الأنثى، أعمل إيه؟ الابتسامة. الابتسامة، عارفة لو يعني صباح الخير كده وهو بيتكلم، ابتسامة بسيطة كده خفيفة وبعيدة عن الضحكة. الضحكة تفتن الرجل، الابتسامة تجذبه. ففي فرق بقى، الضحكة فتنة، يعني ممكن يبقى تعلق شهوة، إنما الابتسامة تضفي جمالا كده. هي الابتسامة بشكل عام بتخلي الرجل أو الأنثى جذابين جدا، فما بالكم الأنثى بقى. الابتسامة يعني لما تشوفيه ابتسامة بسيطة عادي، ابتسامة مش ضحكة، مش ابتسامة
عريضة، بس هي ليها مدلول، هي هتشجع. وما هو في بعض الشباب برضو عندها كرامة، وبعض الرجال انا لو قلت لها طب افرض رد في بعض الرجال يبقى هيتجنن ويرتبط بالانثى دي ويكلمها، بس خايف من رد فعلها فيصرف نظر، يقول لك يا عم خلاص، هو انا يعني انا كرامتي بقى كرجل برضو. ويبقى قصده، طبعا انا بتكلم على العلاقات اللي هي الجدية، اللي هي بقى عايزين ارتباط وزواج، مش علاقات اللي هي الطياري دي، اللي هي البوي فريند والجيرل فريند والكلام ده والصداقة في ناس لها فلسفة مش عايزة ارتباط، عايزة تقضيها كده، وفي ناس عايزة علاقات جادة. التلات خطوات دول من أي أنثى هما كافلين إن هما يشجعوا أي شاب مهما كان إن هو يقرب منها. يبقى ده النص الأولاني من اللايف او من الحلقه. انا هقول لك النص التاني بقى بعد كده تعملي ايه، وفي نصايح مهم. خلاص انت كده اديت له مسج غير مباشره ان انت مستلطفه، ان هو مش تقيل على قلبك، ان انت شايفاه حد كويس، فيبدا ان هو يتشجع. لان انا دايما ضد ان الانثى هي اللي تروح تعترف للرجل، الانثى تشجع الرجل يعترف، هي ادوار، ما ينفعش ان احنا ناخد أدوار بعض، كل حد بيبقى ليه دور معين. طيب حصل واتكلمنا، حصل وبدأنا إن احنا نقرب من بعض، طب هتعامل إزاي بقى؟ خلي بالكم كتير جدا من الإناث ناجحة في الشق الأولاني ده، بتلبس حلو ومش عارف ابتسامة على بتاع إيه وتتكلم معاه فيتشجع ويكلمها. الصعب بقى اللي جاي، الصعب بقى اللي جاي. أنا كأنثى عايز احافظ على البرستيج وعايز احافظ على الكرامة، وعشان لو مشي بعد كده ما يبقاش انا بقى قلت له بحبك ومن اول ما اتكلمنا ويبقى شكلي وحش. تتعامل ازاي؟ شدي ورخي. يبقى في البداية كده افضل معاملة بالذات في البدايات حتة ان انا اشد ورخي، يعني مرة اطول معاه في الكلام قوي، ومرة يبقى الموضوع قصير قوي، مرة مثلا أنا أبدأ أسأل عليه ولازم تاني مرة أستنى هو اللي يسأل. إيه أنا عايز أشوفك، أنا فاضية النهاردة، المرة الجاية لا ما أناش فاضية، يعني ما تبقيش متاحة على طول. ودي نصيحة مهمة أوي ينصحنا بيها علم الفلك أوي. يبقى في عملية ما بيشبعش، هو طول ما هو جعان، طول ما هو جعان هو في احتياج ليكي، انما لو شبع استنى بقى على ما يجوع تاني. هي الفكره في كده، فاهمين انا عايز اقول ايه؟ انا عارف ان انتوا اذكياء جدا وفاهمين قصدي. تاني حاجه بقى، بلاش ان انت خلاص بقى انا ده حلمي من زمان وما صدقت ان احنا قربنا، تيجي جايبه كل اللي جواكي والاسرار والحكايات والطباع واللي مر عليكي، اعملي كنترول على الموضوع ده، يعني خلي الموضوع كده يمشي تدريجي، ما تقوليش كل أسرارك وكل تفاصيلك مرة واحدة، لأن كده يعني كل الفضول وكل اللي جوه ظهر. واحدة بتقول لي أعمل عقلة ويوم مجنونة، أنا ما قلتش كده، هو أنا قلت تعملي عقلة وتعملي مجنونة؟ لا، أنا بقول شدي ورخي، يعني اهتم شوية وشوية، اعملي نفسك مش فاضي عشان تهتمي، هو ده قصدي. يعني مثلا اتحكي في مكالمة شوية والمرة التانية كده يبقى ليه العملية، يعني اتحكي في مكالمة شوية والمرة التانية كده يبقى ليه العملية، يعني في نوع من أنواع الغموض. يعني كانت حلوة امبارح، ايه اللي خلاها يعني في ايه؟ فاهمة الانشغال عامة، الانشغال سلاح قوي جدا في البداية، شد وجذب كده، وما بيخليش الحياة بينكم روتينية. الخطوة اللي بعد كده بلاش كثرة الأسئلة أو النبي، أصل إحنا البنات لما بتحب أو يعني بتتعلق بحد وما تصدق بقى إنه قرب منها تبدأ هو إذا قال يقول، ما قالش ما تسأليش بقى، بالذات في البداية لو عايز يقول ما يقول يعني، تمام؟ وهو هيبقى بيموت وعايزك تسألي، هيموت وعايزك تقولي له ويقعد يسأل ليه ما سألتش. هي دي بقى حتة الغموض وحتة الكبرياء كده وحتة التقل المحبب
في البدايات، هتلاقيه غصب عنه هو اللي جاي يقول، هو اللي شفتي والله ده انا عايز احكي على موقف ده، فاهم انا بتكلم في ايه؟ هتلاقيه هو اللي عمال بيقول الاسرار وبيتبرع عن اسرار خاصة لوحده، لان ممكن انت تطلبه يعمل فيها تقيل ويقول ده مدلوة قوي ونفسها تعرف كل حاجة قوي وما صدقت قوي. النفس البشرية احنا عارفينها، ما هو اصل مش هنخترع فلسفة حياة، ما احنا عارفين طباع الرجل عامة. فالنقطة دي برضو ايه، تخلي بالك منها. النقطة اللي بعد كده بلاش، حتى لو دخلنا قوي في العلاقة، على فكرة النصائح دي للمخطوبين كمان يعني، بلاش حتة ان الحياة تتمحور كلها حواليه، يعني قايمة من النوم انت فين كلمني الظهر بالليل، لازم ننشغل في نص الاسبوع كده يوم ولا حاجة، لازم فترة كده كنا عند قرايبنا، كنت مش عارف قاعدة مع اهلي والله، كان مثلا مش عارف باخد كورس، كنت بتدرب على مهارة فلانية، فالموضوع يبان ان حياة الانثى دي مش فاضية مش قوي يعني. يعني ما هو اصل الغرور في العلاقة مزعج وقاتل، وده اللي احنا بنحذر منه، وبعد كده نفضل بقى طب هنعمل ايه؟ طب هو كان حلو معايا، وفي تلات ارباع الاسئله اللي بتجيلي من بنات كان حلو في الاول، وبعدين مش عارف ما بقاش يهتم ولا بيسال، وفي اللي تقول لي بعد. طب ما احنا بننصح والله ما تعملي كده، عمر ما الاسئله دي انا عايز يجي يوم ما الاقيش الاسئله دي، انا عايز يجي يوم كده الاقي من عيلتي واصدقائي اللي بيت. عشان كده بقول لكم شيروا الحلقات دي يا جماعه، شيروا. احنا مش بنعمل محتوى ترفيهي ملوش فايده او بنتسلى، احنا بنقول نصائح هتقابل الجميع، وحتى ممكن تنصحي بيها اختك، تنصحي بيها صاحبتك، تنصحي بيها حد يعز عليكي بنتك. وعشان كده بقول الحلقات اللي هي التوعيه في العلاقات دي مهمه قوي، ونساعد بقى كل حد بدوره. يبقى عشان تحل الموضوع احنا قسمنا الموضوع جزئين، الجزء الاول ازاي تشجعي من غير ما تعترفي وتحافظي على كرامتك، والجزء الثاني في بدايات التعارف ايه افضل طريقة تتعاملي بيها مع الرجل. ناخد بقى الاسئلة لو حد عنده اي سؤال كده سريعا قبل ما ننهي اللايف، وعلقوا برضو على الحلقة دي او على اللايف ده، قولوا لي انتوا معايا متفقين في نقطة غايبة ما وضحتش لسه، البث هيتحفظ وهنزله على اليوتيوب وعلى الفيسبوك كمان ما دام في طلب يعني الأغلبية. لا عادة تسلية ولا اللي عنده أي سؤال يا جماعة يسأل، هناخد يعني في آخر اللايف كده اللي عنده أي سؤال وأنا معاكم في الموضوع، الحلقة بره موضوع الحلقة، في الأبراج، في العلاقات، في التوافق، أي حاجة اسألوني وأنا هاجي. وتوافق الميزان مع القوس حلو قوي وفي انجذاب كبير قوي، الاتنين أبراج خفيفة على القلب، خفيفة على الإنسان كده، أو الاتنين بينجذبوا لبعض وبتجمعهم حاجات كتير. أستاذ ممكن التوافق ما بين امرأة الحمل ورجل صعب التوافق ده، حمل أو عذراء بشكل عام في مشاكل كبيرة، ومحتاج نقعد بقى مع بعض. زينب كل حلقاتك مفيدة أشكرك جدا، توافق الميزان مع الأسد حلو أوي، كلامك عين العالي تسلمي لي يا إيمان المرأة الحديدية. حوت مع جدي توافقكم، والله التوافق ده يصل ل 70%، بس وما قلتوش من راجل ومن ست. استاذ محمد اخت القوسيه مو عاجبها رجل السرطان، ما هو عشان ما فيش توافق، هو هي شايفاه خنيق ونكدي وبيدق، وهي ما بتحبش كده القوسيه، فمعاها حق طبعا، هو العيب فيه، ما دام قوسيه يبقى العيب فيه. شاذة هاي نورت الدنيا، الميزان والحمل في الزواج والله في توافق، ولكن في عصبية وحتة عند كده لازم يخلوا بالهم منها، بالذات الحمل، بالذات الحمل وحب امتلاك في الحمل، الميزان ما بيحبوش يخلي باله. أنا اللي 10 سنين متجوزة وزوجي بيغار كتير، كيف بدي أخليه يخف؟ غيرة دي طبع، الغيرة دي طبع، وبعدين الغيرة بتدل على الحب، ما دام متجوزين ما تزعلش. صحيح أنا عارف إن هي لو زادت يعني عن حدها بتخنه، بس هي طبع طبع. أنا متابعة من المغرب، بحبك تسلمي لي يا هدى، ربنا يخليك.
عندي سؤال واحد على علاقة برجل الدلو وبيعبر عن حبه ليها، يتكلم مع بنات وخلاص بوجودها، رأي إن هي تسيبه وهو مرتبط بيها وبيتكلم مع بنات تانية بيها مش مالية عينه. طيب يعني الموضوع مش محتاج إذا كان لسه في البداية ومش مكفية، ومال بعد الرسمة تقع في الفاس ولا زي ما بيقولوها دي، إيه اللي هيحصل؟ أستاذ محمد جنننا رجل الدلو بالغيرة، شنو الحل معاه علما إن ثورية هو رجل الدلو غيرته مش عالية، فيمكن يكون دلو مضروب ممكن، ولكن عامة لازم أنت بقى تخليه تنالي ثقته بأفعالك وكلامك، ما تخليش نفسك موضع شك، يعني ريحي وخلاص، خديه على قد عقله بقى. العقربة ورجل الجوزاء التعامل صعب للجوزين، التوافق صعب جدا، ودي في مشاكل ودي في عيوب مش عاجبة ده، وده في عيوب مش عاجبة ده، والدنيا صعبة. امرأة جوزاء مع سرطان التوافق صعب جدا، من أصعب التوافقات في علم الفلك. سؤال بعد إذنك، لو أنا حكيت حاجة كتير عني من الأول أظبط الموضوع إزاي؟ شد ورخي بقى زي ما بقول لك، أول لسه شد ورخي بقى الموضوع، ما خلاص احنا بنلحق بقى اللي نقدر عليه، شد ورخي كده تمام، وحاول ان انت تعالجي النقطة دي. امرأة الجوزاء مع رجل السرطان لسه، هل التوافق ده صعب قوي؟ هل الجوزاء غيرته عالية؟ لا مش غيرته عالية خالص، غيرته مظبوطة معتدلة، مش زي العقرب، مش زي السرطان، مش زي الحمل، مش زي الأسد، الموضوع بدرجات. لازم العلاقة بعض الأوقات تكون شوى ولا تدوى، أحلى حاجة شوى ولا تدوى، دي جملتي وانت غشاها مني. الصداقة بين الأسد والحمل رائعة، كيمياء كبيرة قوي. افتح الرسائل، حاضر، حد بيقول لي افتح الرسائل، طب أخلص اللايف. أنا سمعت إن الطور مع الميزان حلو، لا التوافق صعب جدا بينهم، مش مستحيل صعب، يعني محتاج نخلي بالنا عشان العلاقة ما توقعش. هل هناك حلقة سابقا عن الغرور بالعلاقة؟ احنا عاملين حلقات مش عن الغرور بالظبط، بس قريبة من نفس المعنى. ابعتيلي على الانستجرام وانا ابعتلك رابط الحلقات دي. رجل الدلو عنده علاقات كتيرة بزميلاته في العمل، هل هو طلع ام مجرد مرحلة في حياته؟ والله رجل الدلو طول عمره بيحب الناس، يعني شباب بنات ما بتفرقش معاه، هو اجتماعي قوي، بيحب يعرف، ملول فيحب كل فترة يغير، يشوف وشوش جديدة، هو الدلو رجل وأنثى كده، خلي بالكم يعني. فأنا تقبله بقى على كده. أنا مش هطول عليكم، أنا أكتفي بالقدر ده، وقولوا رأيكم في الحلقة، وزي ما بقول نكتر على قد ما نقدر عدد الناس الموجودة على الانستجرام، وصدقوني بيبقى نوع من أنواع التشجيع، يعني هنزود عدد الحلقات ونزود عدد اللايفات، فساعدوني بس في النقطة دي، وأتمنى يكون اللايف عجبكم، ويلا بقى إن شاء الله نحاول إن احنا نلتقي بكرة.